السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. وصفة اليوم إن شاء الله باش تكون بتي فور يجي هشوش وبنين، وصفة اقتصادية مقاديرها بسيطة جدا. تابعوا معايا الفيديو وتوا نخليكم وما نطولش عليكم برشا، شوفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. تحضير البتي فور نستحقوا 130 غرام سكر باودر سكر غلاس، 180 غرام مارغرين أو زبدة حيوانية تكون في درجة حرارة المطبخ، وعندي هنا أيضا 420 غرام فارينة يعني طحين أبيض، 40 غرام بودر دو كريم باتيسيير أو مايزينا يعني نشي كان ما عندكمش بودر دو كريم باتيسيير، ولهنا ما يعادل 100 غرام بيض، حطيت زوز صفار بيض والباقي باقي الميزان كملته بيض كامل، و70 مليلتر زيت نباتي وعندي رشة ملح. كأول خطوة هنا نبدأ بيها نحط في البيتران بتاعي، وإلا كان باش نستعملوا الضراب الكهربائي تحطوا في صحفة، نحطوا المارغرين أو كان باش نستعملوا زبدة تكون في درجة حرارة المطبخ، ونزيدوا معاها كمية السكر البودرة. لهنا ضروري جدا أن نستعملوا سكر بودرة باش يجينا البيتي فور ناعم، ونزيدوا معاها رشة الملح، رشة صغيرة يعني مش برشا، وكان عندكم يعني باش نكهو فاني وإلا ليكيد وإلا بودر اللي عندكم، ولا تحبوا تستعملوا زيت دو سيترون زيت كيف كيف، ونزيد نزيدوا عليهم كمية الزيت النباتي ونخلطوا المكونات هذوما الكل مع بعضهم كما قلت لكم، كان بالضراب الكهربائي وإلا بالعجينة كيف هكايا، نخلطوهم مليح لين يدخلوا المكونات الكل مع بعضهم ويولي الخليط اللي عندنا كريمي. شوفوا الخليط معايا لهنا كيفاش ولا، يعني كريمه كيما الكريمه بالضبط، شوفوا كيفاش لونه ولا ابيض بالكدا. توا باش نزيدوا العظم، نزيدوا البيض بالتدريج يعني بشويه بشويه البيض نزيدوه ونواصلوا عمليه الخفق. لهنا كملت دخلت البيض بالكدا، تو باش نحيي الفواه هذايا ما عادش نستحقو. شوفوا الخليط كيفاش ولا لهنا، تقولش علينا عندنا كريم او بوغ يعني خليط كريمي على الاخر، تقولش عليها كريم او بوغ. توا باش ندخل كميه الكريم باتيسير، لهنا خذيت كريم باتيسير جوست للنكهه وكها، وتنجموا تعوضوا الكميه بالبنشاي العادي، ونكمل نحطوا لهنا تلملي الخليط تقريبا يعني ب 420 غرام فرينه. ديما نحتاطوا من الفرينه على خاطر فما فرينه تشرب وفما فرينه ما تشربش، يعني تنجم تكون النوعيه اللي عندكم تستهلكوا اقل او اكثر بشويه، يعني ديما زون تاع 10 غرامات يعني مش اكثر.
ديما يعني الخليط تشوفوه بعد كيفاش يقعد طري على الاخر، وتخلطوا المكونات الكل بسباتول كيف هكا كيما تشوفوني. الطريقه هذه تخدموا بها اذا ما عندكمش يعني العجين الكهربائي. انا لهنا جوست باش نوريكم كيفاش يلزمكم تخدموا الخليط، وزاد باش نلمو باش بعد كي نحط الفي دو روبو ما ترشليش الفارينه. كما قلت لكم اذا ما عندكمش تكملوا تخدموا بالطريقه اللي تشوفوا فيها في الفيديو حتى لين يتلم الخليط الكل. شفتوا لهنا الفوي دو روبو كملت لما تنى الخليط. شوفوا الخليط طري على الاخر. توا باش نحطو في بوشا دوي ونبدا نخدم. لهنا خذيت دوي الريفيرونس نتاعها 348، بالطبيعه عندهم تجمو تاخذوا اي نوع اخر. كي تحطوا الخليط في البوش يلزم كي تنزلوا يلزم البوش تبدا طريه، يعني تطريه والخليط يخرج فاسيلمون، ما يلزموش يكون يابس. بالنسبة للمبتدئات ننصحهم يحطوش برشا يعني خليط في البوش باش ينجموا يتحكموا فيه. ونكملوا نحطوا الكعب متاعنا بالطريقة اللي باش تشوفوها في الفيديو، وفي نفس الوقت يكون الفرن متاعكم يكون قاعد يسخن على 180 درجة. لهني عندي ملاحظه نحب نقولها لكم، راهو من اكثر الحاجات اللي تتعلم شده البوش والتحكم فيها هو البتي فور. لهني كملت البلاتو الاولاني ودخلته على فور يكون سخون على 180 درجه. الفور يشعل من فوق من اللوطه مده 12 دقيقه حتى لين يولي دوغي، ورجعت ديريكتومون كملت العجينه اللي قعدت لي كملت حطيتها في البوش وخدمتها في البلاتوات. لازم في صافي نكملوا نخدموا على خاطر العجينه بعد مع الفرينه تشرب والعجينه تولي يابسه شويه، يعني تولي صعيبه في البوش كي تشدوها. ما تخليوهاش مده طويله انتوما، واذا كان ظهرت لكم يعني الكميه كبيره يعني عليكم تنجموا تقسموا الكميه على اثنين. كما قلت لكم قبيلي يعني من اكثر الحاجات اللي تعلم شدة البوش والتحكم فيها هو البتي فور. ميسالش يعني كيما تعملوش كعبات قد قد، اما لازم يعني ابوبخي تقربوهم في الحجم نتاعهم على خاطر بعد في الفور راهو الكبيرة تقعد نية والصغيرة تتحرق. دونك ابوبخي يعني حاولوا انكم تقربوهم في الحجم. كما شفتوا لهنا البتي فور يعني طاب، شوفوا كيفاش لونه دوغي. نكمل انا نطيب البلاتوات الاخرين ونرجع لكم. شوفوا لهنا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. توا باش نلصق زوز كعبات بالنباج. النباج هو هذايا اللي يعني نشريه حاضر في اصلا كيف هكايا، هذايا يعني يعمل 3500 فيه رطل، حاجه بنينه على الاخر. نجمو نستعملوه يعني كحشوه في البيتي فور، والا نحطوه زاده مع السابلي. النباج ندهنوا به الغله في التارت فروي من الفوق باش تقعد ديما فرشكه، وزاده يزيد يعطي بنه على الاخر. كما قلت لكم لهنا لصقوا زوز كعبات مع بعضهم، حاولوا انكم يعني تختاروا زوز كعبات يعني نفس الحجم. تنجموا زادة تستعملوا المربى يعني كونفيتور كما انتم وشنو تحبوا. هذه هي كانت وصفة البيتي فور لليوم، ان شاء الله يا ربي تعجبكم. ما تنساش كي جربتوها بعثوا لي تعليقكم ورايكم في لي كومونتير، وتوا نخليكم ونقولكم في امان الله.